لرسوم لابد أن يراه اثنان مسلمان عدلان ولو أنثى كل شهر. قال لا يدخل الشهر إلا برؤية اثنين. الواحد قالوا قد يتوهم، زين قد يظن أنه رأى الهلال، هو ما رأى الهلال كما يذكرون بعض الطرف يعني عن بعضهم، أن جاء شخص قال رأيت الهلال والناس كلها اللي راحوا يشوفون ما شافوا شيء، هذا الوحيد اللي قال رأيت الهلال. فالقاضي تثبت منه قال رأيت الهلال؟ قال رأيت الهلال. قال أين؟ قال مكان خروجه هناك. هذا وين يأشر؟ هذا هو شوف ما شوف شيء، شوفوا هذا هذا الهلال. التفت عليه ولا شعره بيضة على رموشة، زين فقال لي خير إن شاء الله، مسح على وتاتيه. فاش فيك؟ قال له شوف وين الهلال؟ راح. هو ما راح، الشعرة اللي راحت. هو كان يشوف الشعرة ويظن انه يرى الهلال. فلذلك قالوا شهادة الواحد فيها ايش؟ فيها شكة، شهادة الواحد فيها شكة. فقالوا اشترط ايش؟ ان يشهد اثنان.